مرحبا بيكم. مجموعة محلات SDS, Eternity, Expression, Smart Baby حاسيلوا فما 4 أو 5 محلات في مكان واحد, مكانوا بعجمان قبالة الاتحاد سنتر. كملوا الفيديو للآخر وإن شاء الله يعجبكم, وما تنسيوش اللايك والشير. هنا حاطين الملابس الداخلية صناعة تركي, عاملين معناتها 50% تخفيض. يعني لو الحاجة ب50 تولي ب20, لو ب60 تولي ب30, فهمتوا؟ أغزو هذايا كان على 59 ولا 29 هاكا. الكوردو اللي تحت هكايا كان ب79 قطعتين ولا ب39, هذايا 49 بنفس السعر. بالنسبة للي هنا هذايا كان 39 ولا ب19 شوي معناتها. شنو هو الاخر؟ هذايا كان 53 ولا 26 هكا قطعتين. هذايا زاد 26. شوفوا محلاه, لو هو نفسه ما عادش نفس الصوره ولا ما عنديش فكره صراحه. شوفوا 26. هذايا 24. شوفوا مزيان قطعتين ونفس الصوره كباين على 24.50 فلس. شوفوا هذا زاد, هذا اي ثينك نفس الصورة 24 كان ب49 حاسيلو. هاو كبرشة موديلات. شوفوا محلاها هذايا, هذايا السروال و الشميز, اما ما همش معناتها مع بعضهم يا جماعة, انتم تشريوا وتنسقوا. الشميز هكايا او البلوزة على 39.75 كانت ب53 هايكا, والبنطلون كان 39 ولا 29.25 فلس. داكوردو هنايا البلوزة هايكا, وهنايا السروال وانتم تنسقوا. نفس الحكاية لهنايا, شوفوا هذه محلاها. وفما السروال تنجموا تشريوه وتنسقوا معناتها مش وقته انه يقع. فهمتوا؟ هاوك حتى نقولكم قداش البلوزة. وين السعر؟ هاوك السعر 39 نفس السعر, معناتها نفس سعر الهدية, فهمتوا؟ به والسروال اي ثينك نفسه معناتها نفس السعر. به لهنا زاد تنجموا تنسقوا, تاخذوا هدية هكا داكوردو على قديش 39 وتشريوا لها السروال هدية هكا اللي هو 29 هاك. شفتوا حلو برشا بلاستيك من تحت. فما زاد لهنا هكايا بلوزة سودة 33 هكا, إذا ما هيش طويلة قصيرة. ونجموا تشريوا لها معناتها هكا, هو الأسود من فوق نجموا تحطوا عليه من تحت أي حاجة, فهمتوا؟ لهنايا فما بلوزات أخرين على 48 أغلى شوية, 48.75 درهم. فما هذايا هكا الأورانجي, وفما الأخضر, فما اسمه ايه ده الكحلي, فما هذايا موديل اخر, هذايا موديل اخر نقول 48 نفس السعر. وفما البلوزات هذوما هكا اللي هما من غير ايد معناتها 48 درهم. ذكرتو لهنايا حاطين الوحده هذه هكا من فوق وتحتها الشميز ومعها السروال يا جماعه على 89.25 فلس, كانت ب119 داكوردو, يعني 3 قطع اهو. فما الرمادي, فما الاسود, وفما البني. البني هذايا لون غير يا جماعه او حاجه اخرى, بس نشوفوا شنو هي بالضبط. اغصو اي هكايا, ومعها السروال نتاعها تحسوها سبور معناتها اكثر من نوار, لكن خروج معناتها 89 داكوردو. بالنسبه للموديل هذايا فما البني برك. شوفوا البلوزه هذيا على 48.75 فلس, كانت ب65. فما هذا وفما هذا هكا بهي. الموديل هذايا هاو فما لون اخر اللي قلنا عليها احنا, فما لون واحد, فما البيج سوري المارون وفما البني, تلخبطت انا, فما البني فما الاسود ولا حاجه غير هذه. اي ثينك حاجه غير لان السعر ارخص به 66 درهم. هكا البلوزه هكايا ومعها السروال نتاعها, وريها لكم هكا باش تفهموا بالضبط. هاكا السروال شفتوا باهي. هذه الشميز هكايا 48
و75 فلس كانت ب65. فما الاسود وفما اللون هذايا داكوردو، بس 25% تخفيض. لهنايا حاطين الكوفيو نتاع الصغار على 29 درهم داكوردو، 29. فما لهنايا هكايا هذايا هكا على 89 كان 139، هذايا كان 129 ولا 96، هذايا 79 هكايا هكا. هذايا روبرتو كافالي كان ب 319 ولا ب 159 هكا. حاجات أصلية مش معناتها مضروبة ولا حاجة. اللي تحت هكايا فما ال 111 كانت 149، فما ال 119 كانت 159 اللي تحت هكايا. هذايا أو دو بارفيم يا جماعة، معناتها قوي برشا. الأو دو بارفيم أقوى من الأو دو تواليت، فهمتوا؟ لهنايا البارفان عاملين عليها فما حاجات عاملين عليها معناتها تخفيض 25%، وفما حاجات عاملين عليها 50% داكوردو. هذايا قاس 139 معناتها كان ولا ب 79. الحق سما رخيص برشا، بالطبيعة حاجات أصلية. باش فما النوع هذايا زادة 100 وسوري مش كان 139 ولا ب 79 داكوردو. فما زاد هدايا 119، توا سعره 119. أخص هدايا 134 كان 179، هدايا على 59 هاوكا 59. وقت في برشا حاجات سما رخيص بالبدا. الصغرون هدايا هكا 39 سعره عليه داكوردو 149 اهوكا هكايا. نحاول نوريكم هكا 149، هذايا 99 يا جماعة اخص، هذايا هكا على 99 بالطبيعة حاجات نظيفة ومزيانة. فما حاجات عاملين عليهم تخفيض 25%، فما حاجات عليهم تخفيض 50%. طيب لهنايا حاطين البارفان رخيصة برشا يا جماعة اخص، كانت ب 69 ولا 57. هذايا يا جماعة أو دو بارفيم، الأو دو بارفيم قوي معناتها يدوم، الروايح الثابتة مش كيما الأو دو تواليت داكوردو. معناتها شريوها عينيكم مغمضة، الريحة ما نعرفش ماهمش حاطين تستر، ولكن أتصور يعني ريحتهم حلوة. فما أغزو، فما الرمادي، فما الأبيض، وفما البنك داكوردو على 51 درهم. الأو دو بارفيم مش أو دو تواليت ثابتة معناتها داكوردو. فما لهنايا مثلا على 49 و50 فلس زاد هذا أو دو بارفيم، اشريو عينيكم غامضة الأو دو بارفيم خاطر ثابت برشا. هاو برشا أنواع 49، وفما هذايا 39 داكوردو. فما اللي التالي هكايا هذوما كانت 79 ولات بقداش يا ربي 59، وهذايا كانت 119 ولات 59. كما قلت لكم عاملين تخفيض، فما حاجات عليها 25% تخفيض، فما حاجات عليها 50% تخفيض. لهنايا حاطين الساعات الحريمي ب 39 درهم يا جماعه، تلقاو اكثر من لون واكثر من موديل داكوردو. هذوما رجالي زاد 39 هاكا، اكثر من لون واكثر من موديل. رجالي هكايا رجالي ب 99 ثلاثة قطع. أما ما نعرفش يا جماعة معناتها خامتهم مزيانة ولا مش مزيانة، ولا يشدوا ولا ما يشدوش، ما عنديش حتى فكرة. هذوما أي ثينك حريمي يعني، هذوما هكا واللي ورا حسيتهم رجالي كأنه صح. 39 درهما شركات الرجالي على 19 درهم و50 فلس بدل 26 داكوردو. هذوما حكايه برشا الوان يا جماعه، اقصوا الاصفر البنك شو اسمه السمو، هذا ماهوش بنك مانيش عارفه شو لونه، حاسي الكحلي والازرق الفاتح داكوردو. خامه مزيانه برشا يا جماعه. وفما هالموديل هدايا زاده 19.50 نفس السعر ولكن غير يا جماعه اقصوا هدايا اقصوا تحسوا فيه زي الثقب منه فيه، لكن هدايا قطن سامبل ما في حتى شيء ومزيان برشا وحلو داكوردو. 19 درهم و95 فلس
تيشرت رجالي، وفما اللي ب 14 وهذايا مثلا هكا ب 14 حاسين نحوس، وفما ب 19.50 وفما حاجه اخرى ولكن موديل هي ب 19.50 وفما ب 14.95. اللي يحب شميز بكم على 39.50 فلس، والبناطيل 39.50 فلس. بالحق البناطيل مزيانين برشا يا جماعه، وخامتهم روعه روعه روعه. هذوما رجالي بالطبيعه، شميز رجالي وبناطيل رجالي. شوف فما اكثر من لون، هاكا تنسقوا وانتم تشريوا، معناتها تشوفوا الشميز والبنطلون وتنسقوا مع بعضهم. شوف حاطين الشميز بنصكم على 48.75 درهم، كانت ب 65. الالوان حلوه برشا، والاسعار حلوه، والاكثر الاحلى انه خامه مزيانه يا جماعه. بالحق اقصوا برشا الوان هاكا. حاطين الاطقم معناتها شو اسمه، فما بناتي فما اعتقد هذا بناتي زاده، والله ماني عارف. اي بناتي، اطقم البناتي اقصوا مثلا هذايا هكا على 29.95 فلس، محسوب 30 درهم داكوردو. هذايا هاو السعر نفسه، معناتها نفس السعر 29.95، وهذايا نفس السعر، وهذايا نفس السعر هكا داكوردو. اوكس هذوما اطقم بناتي بالطبيعه، الخامه مزيانه برشا. نفس السعر 29.95 فلس، هذايا هكا نفس السعر. شوفوا هذا محلاه، ونفس السعر 29.95 فلس. شوفوا لهنايا الملابس الداخليه متاع الصغيرات، فما الاولادي وفما البناتي على 3.09 درهم، مش وتسعة، شكون مركز هو 99 أو 95. فهمتوا؟ فما الموديل هذايا هكا اللي هو هذا بالازرق، فما الابيض باهي، وفما المخطط هكا باهي. بالنسبة متاع البنيات او البنوتات، فما هكا معناتها البينك، وفما زاد الابيض، وفما المخطط هكا. شفتوا 3.95 درهم لهنايا نفس السعر يا جماعه. شوفوا هذايا هكا 3.95 درهم داكوردو. فما الاندروير هكايا بالطبيعة، انتم عارفين معناتها شو اسمه هذايا، سمارت بيبي، سمارت بيبي. اي خامته مزيانه برشا، هذايا 9 درهم. علاش 9 درهم؟ باه شوفوا الشورت زاد 9 درهم، وهذا 3 درهم، هذا 3 درهم. اغزروا اي ثينك انا علاش رخيص هذا، هذا تحسوه شفاف شويه اوكي، وهذوما ثقال يا جماعه. اغزروا حسين ملابس صغيرات على 19.95 درهم فلس، سمارت بيبي يا جماعه. تلقاو مثلا هكايا التيشيرت مع البونتاكور، فهمتوا بناتي انواع واشكال معناتها الحاجات. تلقاو معناتها اكثر من لون واكثر من موديل. شوفوا محلاه هذايا هكا بناتي وشورت معاها. ها هذوما نتاع الاطفال اللي اعمارهم يا جماعه مثلا من 24 شهر ل 36 شهر داكوردو، مش نتاع عيال كبار معناتها. تنشوف لكم كالكيت معناتها عيال كبار، نصور لكم. شوفوا هنا شحاطين اخر هكا، هذوما هكا ب 19.95 درهم، هذوما اولادي هكا. شفتوا هذايا العمر 9 اشهر لحتى 12 شهر. شوفوا محلاه وشوفوا مزيانهم بالطبيعه. سمارت بيبي الخامه نتاعو معروفه وغنيه عن التعريف. ها حلو برشا زاد الموديل هذايا هكا اولادي 19.95 درهم بس. شوفوا محلاه هذايا فيه النجمه هكا، شوفوا محلاه داكوردو. هذايا العمر مثلا من 24 شهرا الى 36 شهرا داكوردو. هذايا من 6 شهور ل 9 شهور، من 6 ل 9، 19.95 درهم بس، يعني محسوب 20 درهم.